احنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا. باش فاتتنا؟ فاتتنا بالعلم والدين تاع الاسلام. الاسلام اخر كلمه تلفظ بها الرئيس الراحل محمد بوذياف. هذه حياتي، ومن قلب العاصمة تنقل لكم تصريحات حصرية من ابن الرئيس الراحل محمد بوذياف. السلام عليكم خويا. اهلا حبيبي. اهلا. واش راك؟ اهلا. هذه هي الدار اللي كان عايش فيها بوذياف الله يرحمه. خلص المجموعة تاع 22. ما حقيقة مجموعة الاثني والعشرين؟ اللي فاندو هنا واللي فاندو هنا. كون جاور فدوكم كاع. مشكل تاع الديسكور وين كان يعني مركز؟ ها هي يدي نعطيها للجميع. قالوا نحيها. نار عيطوا له قالوا له بلي الجزائر راهي في خطر. كان قاعد هنا كان يشدوه ما فيها شيء كان خطر جياته. هو فاق بلي طونك ما تطاكيش لا كوريبسيون ما تنجم دير والو. لكن الناس اختلسوا اموال الدوله وشي بوضوح لبدا عندنا محاكم وعندنا دوله وعندنا عداله فهمت. وهاد الناس يجوزوا بلا محاله ما كان فيها لا مسامحه. البروبليم الاول تاع بلوصيف الله يرحمه مصطفى صرح في جريده قال لك يا ودي كاع سرقنا مشينا هنايا 3 جو ماتان داروا اون بومب ارتيزانا في الجامع. قالوا معلاش تخدعني بوبينا. تصريحات عن قاتل الرئيس محمد بوذياف. سيد خل قتل صوت صور فيه وقيل قتل سنكما شتوني في عنابه وحنا قلقوا كي هربوا ما عرفين وين راح. دخل الباتيمو صاب مره تماك الداخل واش يقول لها؟ قال لها شوفي قال لها راهم تيروا على الرئيس. قال لها ماذا بك ما تعيطيش لا جوندارموري عيطي لي البوليسيه. السؤال اللي نسالو هنايا علاش تعيط لا بوليس؟ ما عندناش جوندارموري واش كاين؟ ابن الراحل محمد بوذياف ينتظر الحقيقه التي يعتبرها غامضه منذ 92 900 و1000 الى غايه اليوم. احنا ماذا بينا مسؤولين كما اللي قاعدوا حيين باسكو كاين بزاف اللي ماتوا. عندك خالد نزار عندك سي توفيق راهم حيين راهم يشوفوا راهم يشوفوا فينا. يا جماعه قولوا لنا شكون قتل بوذياف؟ ما تقلقوش يعني مده طويله باش 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 تروحوا. قولوا لنا شكون قتل بوذياف؟ تفاصيل حصريه عن اغتيال المرحوم الرئيس محمد بوذياف في جزئها الاول تاتيكم هذا الاربعاء في الاوقات التاليه.